بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتعلمين، نتابع في هذا العرض درس جديد من سلسلة دروس الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. درس اليوم هو درس المثلثات. يتضمن هذا الدرس عدة عناصر، أولها مجموع زوايا المثلث. لقد تعرفنا في درس الزوايا أن مجموع أقياس زوايا مثلث كيفي هو 180 درجة. لاحظوا معي، مجموع أقياس زوايا مثلث كيفي هو 180 درجة. إذن سوف ننشئ الآن مثلث A B C. نحدد قيس كل زاوية من زوايا هذا المثلث. نلاحظ أن الزاوية ألفا تساوي 101.49 درجة، الزاوية بيتا تساوي 49.33 درجة، الزاوية جاما تساوي 29.18 درجة. مجموع أقياس هذه الزوايا يساوي 180 درجة. نحاول تغيير أقياس زوايا هذا المثلث. لاحظوا، نلاحظ أن المجموع دائما يساوي 180 درجة. لاحظوا، إذن كيف ما كان نوع المثلث، مجموع أقياس زوايا هذا المثلث يساوي 180 درجة. الآن سوف نتابع معا طريقة إنشاء مثلث. أولا بمعرفة طول ضلع والزاويتين المجاورتين له. مثال: أنشئ مثلث ABC حيث لدينا طول الضلع AB يساوي 6 سنتيمتر، قيس الزاوية ABC يساوي 45 درجة، قيس الزاوية BAC يساوي 60 درجة. إذن نتابع معا طريقة الإنشاء. إذن أولا نبدأ بإنشاء الضلع AB، قيسه يساوي 6 سنتيمتر، ثم نعين قيس الزاوية 60 درجة. ننشئ الزاوية، ثم ننشئ الزاوية الأخرى قيسها 45 درجة. ننشئ الزاوية، نمدد الضلع ليتقاطع مع الضلع الأول، نقطة التقاطع هي النقطة C، وبالتالي نحصل على المثلث ABC. ثانيا طريقة إنشاء مثلث بمعرفة طولي ضلعين والزاوية المحصورة بينهما. مثال: أنشئ مثلث ABC حيث طول الضلع AB يساوي 8 سنتيمتر، طول الضلع AC يساوي 6 سنتيمتر، وقيس الزاوية BAC يساوي 70 درجة. إذن نلاحظ معا طريقة الإنشاء. أولا ننشئ الضلع AB قيسه 8 سنتيمتر، نعين الزاوية التي قيسها 70 درجة، ننشئ الزاوية، سبعون درجة، ثم نأخذ قيس الضلع AC وهو 6 سنتيمتر ونتمم إنشاء المثلث. ثالثا طريقة إنشاء مثلث بمعرفة أطوال الأضلاع الثلاثة. مثال: أنشئ مثلث ABC حيث، لاحظ أطوال الأضلاع AB يساوي 8 سنتيمتر، AC 7 سنتيمتر، وBC يساوي 9 سنتيمتر. إذن طريقة الإنشاء سوف تكون كما يلي: أولا ننشئ طول الضلع AB، ثم نأخذ طول الضلع الثاني 7 سنتيمتر ننشئ قوس، ثم نأخذ طول الضلع الثالث وننشئ قوس من الطرف الثاني للقطعة الأولى،
نتحصل على نقطة تقاطع قوسين وهي الرأس الثالث للمثلث، ثم ننشئ المثلث A B C. الآن نمر إلى المتباينة المثلثية. خاصية: إذا كانت ABC ثلاث نقط كيفية، فإن طول الضلع AB أصغر من أو يساوي مجموع طولي الضلعين AC و CB. إذا لدينا حالتين، نميز هنا حالتين. الحالة الأولى AB أصغر تماما من AC زائد CB. نلاحظ معي، ننشئ مثلث ABC، لدي ثلاث نقط كيفية ABC. في هذه الحالة سوف يكون طول الضلع AB أصغر تماما من مجموع طولي الضلعين الآخرين، لأن النقط، لاحظوا، كل نقطة تختلف عن النقطة الأخرى. لاحظوا، سوف نقارن طول الضلع AB الذي يظهر باللون الأحمر أصغر تماما من مجموع طولي الضلعين AC و CB اللذان يظهران باللون الأخضر والأصفر على الترتيب. الحالة الثانية، أين يكون طول الضلع AB يساوي مجموع طولي الضلعين AC و CB؟ في هذه الحالة تكون النقطة C تنتمي إلى القطعة AB. نلاحظ الشكل، لدينا مثال AB يساوي 7 سنتيمتر، AC يساوي 3 سنتيمتر، و CB يساوي 4 سنتيمتر. إذا ننشئ الشكل، لاحظوا معي، لدينا الطول AC يساوي 3 سنتيمتر، الطول CB يساوي 4 سنتيمتر، والطول AB يساوي 7 سنتيمتر. إذا في هذه الحالة تلاحظون أن النقطة C تنتمي إلى القطعة AB. إذا يمكننا القول تمثل ثلاثة أعداد مفروضة أطوال أضلاع مثلث إذا كان العدد الأكبر أصغر تماما من مجموع العددين الآخرين، لأنه لاحظنا في المثالين عندما يكون العدد الأكبر أصغر من مجموع العددين الآخرين تكون النقاط مختلفة عن بعضها البعض، يعني يمكن أن ننشئ مثلث. لدينا مثال، لاحظ الأطوال AB يساوي 8 سنتيمتر، AC يساوي 3.5 سنتيمتر، و CB يساوي 5.5 سنتيمتر. لاحظوا، لدي الطول 8 أصغر تماما من مجموع الطولين الآخرين، أصغر تماما، أي في هذه الحالة يمكنني إنشاء مثلث بهذه الأطوال. نلاحظ معا طريقة الإنشاء، نأخذ الأطوال المذكورة في المثال، الطول الأول يساوي 8 سنتيمتر، الطول الثاني يساوي 3.5 سنتيمتر، الطول الثالث يساوي 5.5 سنتيمتر، ونرى مع بعض إذا كان ممكن إنشاء مثلث بهذه الأطوال. أولا ننشئ طول الضلع AB الذي هو 8 سنتيمتر، ثم باستعمال المدور نأخذ قيس الضلع الثاني وهو 3.5 سنتيمتر، ونرسم قوس ابتداء من النقطة A، ثم نأخذ الطول الثالث 5.5 سنتيمتر، ونرسم قوس أخرى ابتداء من النقطة B، فنلاحظ تقاطع القوسين الذي هو النقطة C. إذا في هذه الحالة تلاحظون أنه يمكن إنشاء مثلث بهذه الأطوال. لماذا؟ لأن 8 أصغر تماما من 3.5 زائد 5.5. لدينا مثال ثاني، لدينا الأطوال التالية AB يساوي 10 سنتيمتر، AC 4 سنتيمتر، و CB 5 سنتيمتر. نلاحظ هنا أن الشرط المذكور لا يتحقق، حيث أن 10 أكبر تماما من 4 زائد 5. إذن هل يمكننا إنشاء مثلث بهذه الأطوال؟ سوف نتابع ذلك معا في الطريقة التالية. إذن نقوم بإنشاء أطوال الأضلاع المذكورة في المثال،
الضلع الأول يساوي 10 سنتيمتر، الضلع الثاني طوله 5 سنتيمتر، والضلع الثالث طوله 4 سنتيمتر. نبدأ بإنشاء الضلع الأول ابتداء من النقطة A لتعيين النقطة B، حيث طول القطعة AB يساوي 10 سنتيمتر. نأخذ بالمدور القيس 5 سنتيمتر، وننشئ قوس ابتداء من النقطة A، ثم نأخذ القيس 4 سنتيمتر وننشئ قوس ابتداء من النقطة B. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن القوسين لا يتقاطعان، ومنه لا يمكنني إنشاء مثلث في هذه الحالة. الآن سوف نتعرف على العنصر مساحة المثلث. أولا نتعرف على الارتفاع. الارتفاع المتعلق بضلع في مثلث هو المستقيم العمودي على حامل هذا الضلع والذي يشمل الرأس المقابل له. مثال كيفية إنشاء ارتفاع متعلق بضلع في المثلث. أولا نبدأ بإنشاء مثلث كيفي ABC. نعين رؤوس المثلث ABC. نريد الآن إنشاء الارتفاع المتعلق بالضلع AC. لاحظوا معي، إذن هو عمودي على الضلع AC ويشمل الرأس المقابل للضلع AC وهو B، نسمي النقطة H. إذن طول القطعة BH هو الارتفاع المتعلق بالضلع AC. نتابع مثال آخر. لاحظوا معي هذا المثلث، مثلث ABC، نعين رؤوس المثلث ABC، نحاول إنشاء الارتفاع المتعلق بالضلع BC. إذن ماذا نفعل؟ نمدد الضلع BC ثم ننشئ العمود على حامل الضلع BC والذي يشمل الرأس A. إذن طول القطعة AH هو الارتفاع المتعلق بالضلع BC. الآن يمكننا التحدث عن المساحة. مساحة مثلث تساوي نصف جداء طول أحد أضلاعه والارتفاع المتعلق بهذا الضلع. إذن لا نتحدث عن المساحة إلا إذا كان لدينا الارتفاع. نلاحظ هنا لدينا مثلث ABC، المطلوب حساب مساحة هذا المثلث. إذن لحساب المساحة أولا ننشئ الارتفاع، نختار أحد الأضلاع وننشئ الارتفاع المتعلق بهذا الضلع. لاحظوا مثلا هنا أنشأنا الارتفاع المتعلق بالضلع BC. إذن المساحة في هذه الحالة نسميها S. ماذا تساوي؟ تساوي نصف جداء طول هذا الضلع BC في الارتفاع AH. لاحظوا BC في AH مقسومة على 2. لو اخترنا ضلع آخر مثلا الضلع AC وأنشأنا الارتفاع المتعلق بهذا الضلع، ماذا ستصبح المساحة في هذه الحالة؟ المساحة A سوف تكون نصف جداء AC في BH فتحة. ننشئ الارتفاع المتعلق بالضلع الثالث وهو الضلع AB. لاحظوا الارتفاع سوف يكون CH فتحتين، والمساحة في هذه الحالة سوف تكون طول الضلع AB في الارتفاع المتعلق بهذا الضلع الذي هو CH فتحتين مقسومة على 2. ملاحظة، يؤخذ طول الضلع والارتفاع بنفس الوحدة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم.